على الاكسو. رضعوا ازاي؟ الله يرحمهم جميعا، الله يرحم ابوك ويرحم امك يا جهاء، الله يرحمه ويغفر لهم ويسامحهم. وريكس جاي معانا المدرسه، ومراته كانت جايه وراها، ومراته جايه وراها. يلا يا ريكس خلاص، قال لها انا جاي معاهم. يلا سيبه سيبه ارجع له، سيبه ارجع له، ارجع لمراته، انت جاي ورانا المدرسه يا دي الخيبه. ماشي بقى عائق في الشارع، مش عايزين هبالي. لا هو ده ماشي عائق، ماشي جنبك ازاي؟ تاخد وخصات جامد، خلي بالك دوت. تعالى كده اهو، يلا يا عر، سيبه ما تسيبه جاي زيتو، هيفضل ماشي معانا كده لحد المدرسه. يلا بقى. الله نروح المدرسه، والله لو قابلنا مدير الاداره النهارده ليه؟ ايوه عشان يحجز التخته الاول. ايوه مش فاهمين انتوا حاجه. العام الدراسي الجديد هناخد الكلب معانا. بعد العلقه اللي كلها نظره بقى ضعيف وعايز يقعد في التخته الاول. نظرك ضاع النهارده، ورينا عين. لا حلو. لا عينه حلوه النهارده الحمد كبير. لله كالعلقه متينه امبارح. يلا بينا. الله يرزقكم. انا هرزقكم يا دي الفضايح يا ولاد. بصوا مشوا ولا كانكم تعرفوه، ده بيعلم الطريق كله. كلب بينط عليا بياخد امي، ولا كان اعرفه ازاي، ولا كانك تعرفه. بص اعمل نفسك اهبل مش عارفه. طب يلا لما نوصله باذن الله. اذا وصلنا باذن الله وصلنا، ده هتبقى فضايح في السكه. عدو عدو انت كده النهارده عدو عدو رايحين المدرسة بصحبة كلب بلدي. والله الناس بيتفرجوا على يا دي الفضيحة يا ولاد. ماشي يلا عررنا. ماشي يلا. لا وفرحان فرحان وبيضحك. يا دي النسيب. انت علام، انت علام، انت علام. ايوه العلامات بقى عشان نعرفوا نرجعوا، عشان هنتوه. الكلب مين ده يا جدعان؟ الكلب ده بتاع مين؟ مش عارفه. المهم يلاقي كل ما يلاقي مزقه ميه يشرب، يشرب عشان يعمر. يعمر التانك، بيعمر التانك عشان العلامات. ها هتعلم هنا؟ لا ذكي 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 وعلى مسافات متساويه. ذكي عشان يعرف يرجع لوحده. الله العظيم. انا بقى مش عارف اخش مع المدرسه ازاي. لا اعمل نفسك مش عارفه خالص. اقول لهم ايه؟ ما عرفوش. ولا النصيب ان هيدخل على المكتب نفسه. المكتب. لو انت دخلت المكتب هيدخل المكتب. والله العظيم ده الحريم لو شافوه لا هيفقعوا بالصوت. يا دي النصيب الصوت. والله العظيم. انت عارف انت هتسبب في ايه؟ هتسبب في انك هترجع مخصوص ترجع. لا هيرجع لوحده. رجع لوحده؟ هيرجع لوحده. هيرجع لوحده ده حفله. يبدلوا المفتاح عشان يفتح ويدخل. هيعمل معانا في المدينة. وبعد ما وصلنا للمدرسة الكلب ريكس شاف عربية نقل كبيرة، خد بعضه وفار على البيت. فلق على البيت. النهارده تدريبات مختلفة جدا، النهارده تدريبات مش هنستخدم فيها الحديد نهائي. النهارده تدريبات لتقوية التنفس وتقوية التحمل. يلا يا باشا مستعد؟ يلا يلا يا باشا. بس انت اللي هتبدا الاول. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي انت اللي هتبدا الاول. لحد الاخر وارجع. واحد اثنين ثلاثة ابدا بسرعة. شوف عبد الرحمن جريته مش موزونة. بس هتتظبط. ها ها صدرك لفوق. ها كفك كده ارجع. مش عايز كلام، عايز تنفس. جريتك مش سليمة، جارية مش سليمة. أنا مش عارف أجري إزاي. طيب اجري يا وسط. حاول تجري في خط مستقيم يعني. يلا اجري. خش خش خش. يلا صدرك لفوق. أهم حاجة الشراكة الزفير. ارجع. يلا خليك. رايق. وقف استلم ارجع.
على جنب هنا اهو اللي هو كده وانزل عماد حبيب سال عسل الله يخليك يلا اطلع احسن وعبد الرحمن بيتمرن استمر شايفين في تحسن لو شايفين في تحسن اكتبوا لي في التعليقات النهارده اتعمدت نعمل تمارين بسيطه جدا ما استخدمش فيها الحديد للاشبال الصغيرين زي عبد الرحمن اللي حابين يتمرنوا في المنزل وما تنسوش الفيديو من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكمان لازم تزوروا قناتنا الرئيسيه وفاء فتاك ونوعات اللي كان بيصور معانا النهارده مع عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ريكسو انت جيت منى قالت فتحت لك شاطر يا ركوس عرفت السكه لوحدك شاطر يلا انا هطفي النور عليك عشان تنام